احتفلنا بقى بالعيد وانبسطنا وكلنا كحك وحاجات، تعالوا بقى نسمع اخبار هي مش حلوه بس هي متوقعه. يعني هي اخبار ما هيش يعني مرضيه للمصريين، لكن اي حد كان بيفكر بشكل واقعي كان عارف انه ما احناش يعني رايحين كاس العالم، واكيد حضراتكم عرفتوا انا بتكلم عن ايه، لانه في الاسبوعين اللي فاتوا كان في 5 6 كده يتعدوا على الصوابع مصدقين انه ممكن يحصل قرار لإعادة المباراة، وكان في بعض الأشخاص يقول لك لا احنا مش إعادة مباراة، احنا نروح كأس العالم على طول، كان في تصريحات رسمية بالمناسبة بده. لكن على كل حال، المفاجأة الغير متوقعة أو اللي كانت عند بعض الناس متوقعة إنه لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قررت معاقبة منتخب السنغال بإقامة مباراة واحدة بدون حضور الجماهير، فضلا عن 175 ألف فرنك سويسري غرامة. العقوبة على فكرة مش قليلة وعقوبة كبيرة، وتثبت ما تم من اعتداءات أو مخالفات شديدة في مباراة مصر والسنغال في إياب التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والمباراة اللي انتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح. دي كانت النتيجة وكان قرار الفيفا، لكن كان غريب انه قرر كمان تغريم المنتخب المصري 6000 فرنك سويسري تحت بند سوء سلوك الفريق، ودي حاجه دي بقى بالنسبه لي مش مفهومه، واعتقد ان بالنسبه لكتير من الجماهير هتبقى مش مفهومه. فخلونا نسال ونعرف رايه في هذه التفصيله الناقد الرياضي الاستاذ عمر البنوبي. مساء الخير عليك وكل سنه وانت بالف خير. مساء الخير على حضرتك دكتور، مساء الخير على المشاهدين. من اسبوع ولا من اسبوعين كنت معانا في مداخله وقلت لي كلام مش معقول اننا نصدق ان المباراه تتعاد. دي حقيقه يعني شفنا الامور بشكل اوضح انه ما في انضباط اصلا مش من سلطتها مباريات دعوه، انه في النهايه انت قدمت شكوى علشان في بعض الجانب السنغالي في تنظيم المباراه. ده اوكي، المفروض تعترض وقت المباراه نفسها مش بعد المباراه دعوه. كان العقوبات واضحه جدا انه بناء على الماده 16 اللي احنا اتكلمنا عنها في المداخله اللي فاتت، تمت معاقبه الاتحاد السنغالي بالغرامه 175 الف فرنك سويسري مع مباراه دون جماهير، ومع غرامه كمان على منتخب مصر انهم عطلوا بعض التجاوزات اللي موجوده من المنتخب المصري. اوكي، لكن احنا كمان النهارده اللي انا بسمعه غريب جدا، ان انا النهارده هلجأ للمحكمه الرياضيه بناء على ايه؟ مش بناء على انه في مخالفات، انت الحاله الوحيده اللي تلجا فيها المحكمه الرياضيه وتبقى متوقع ان المباراه تتعاد ان يكون الحكم كتب في تقريره الكلام ده، ان يكون الحكم كتب في تقريره ان في مخالفه تستوجب اعاده المباراه، ان في مخالفه تستوجب عدم اعتماد نتيجه المباراه دي، لكن الفيفا اعتمد اوريدي صعود السنغال. انا اتمنى ان احنا ما نهدرش مال عام في حته ان احنا نروح للمحكمه الرياضيه ونجيب محامي من اوروبا والكلام ده كله. اتمنى ان احنا نقفل الملف ونركز اكتر، نوجه الانفاق على تطوير الكره المصريه، نعمل خطه ان احنا نروح كاس عالم 2026 اللي جايه. افريقيا يبقى لها 9 مقاعد، ما ينفعش 9 مقاعد يعني تبقى مبالغه كبيره قوي ان الكره المصريه تبقى بعيد عن كاس العالم وانت عندك 9 مقاعد من افريقيا في البطوله اللي جايه. فاتمنى انه ده ما يحصلش طبعا، لانه انا برضو التاني، انا من انصار ان لو لنا حق ندافع عنه لكن بالمنطق بالعقل بالأوراق وبالقانون وبالمعرفه بالقانون. مش بجهل يخلي يبقى شكلنا مش بانه انا مضطر ان انا اوهم الناس ان انا هقدر اعيد الماتش، انا مش هقدر اعيد الماتش. طيب بالنسبه للغرامه اللي قررت على المنتخب المصري، ايه رايك فيها؟ مش منطقيه، لانه بالعكس ده بعثه منتخب مصر كانت بتحاول انها تحمي نفسها من الاعتداءات من جانب الجمهور السنغالي. انا شفت بعيني الصوره موجوده، يعني البعثه المصريه نفسها، اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره كابتن حازم امام اللي هو حلمي مشهور، شفت الحكم محمد ابو الوفا، كابتن بركات، شفتهم تحت قاعدين في الملعب علشان خايفين يقعدوا في المدرج. هل ده منطق بعثه رسميه الممثله لاتحاد الكره المصري تكون موجوده في الملعب عشان خايفه من اعتداءات جماهير؟ فبالتاكيد لما توقع عليا انا غرامه يبقى في حاجه غلط. وده ممكن يكون من تقرير الحكم برضو ولا؟ بالتاكيد هيكون من تقرير الحكم وتقرير مراقب المباراه وتقرير المراقب الامني. اكيد حد فيهم ذكر واقعه معينه بناء عليها وبناء على لائحه الانضباط تم توقيع العقوبه على الجانب المصري. انا بشكرك لانك ذكرت نقطتين في غايه الاهميه، وهي فكره اننا نبقى مدركين للقوانين واللوائح قبل ما نطالب باي مطالبات، فكره كمان حمايه المال العام من الاهدار من أجل إرضاء الرأي العام اللي مش مصدقنا أساساً إذا كنا بنتكلم في هذا السياق. أنا بشكرك شكراً جزيلاً الناقد الرياضي الأستاذ عمر البنوبي.